في مكافحة غلاء الأسعار. في البداية أرحب بأخوان الحضور، أمسي أيضا على الأخوة المشاهدين وأقول لهم كل عام وأنتم بخير. أنت بصحة. في لجنة الأسعار طبعا الكل لامس الغلاء على مستوى البلد، أن فعلا في غلاء أسعار. هذا سبب الغلاء الرئيسي هو كان في غياب هذه اللجنة منذ أكثر من سنتين. اليوم احنا نتكلم عن لجنة الأسعار اللي هي بالفعل تأسست أو عادوا تشكيلها في شهر 5 الماضي. احنا نتكلم اليوم قدرنا والحمد لله ان على الأقل نحد من هذا الغلاء، قدرنا ان نوحد بما يقارب 4000 سلعة على مستوى الجمعيات كلها، قدرنا ان يعني نمحي شيء اسمه الزيادة المصطنعة. طبعا احنا كاتحاد جمعيات ما نملك ان نحدد سعر التاجر، ولكن نملك ان ما نطلع هذا التاجر تعاميم اذا 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 اقتنعت وشافت اللجنة ان هذه زيادات غير حقيقية. نملك أداة ضغط على الجمعيات التعاونية اللي تنزل لهذا التاجر. فدورنا كلجنة أسعار في اتحاد الجمعيات يعني على مستوى الجمعيات نستطيع أن نحكم هذه الشغلة، ولكن لما تجي للسبب الحقيقي إحنا ما لنا علاقة في زيادة الأسعار، هذه يختص فيها وزارة التجارة في الرقابة التجارية اللي هم مسؤولين عن الزيادات. لكن إحنا كجمعيات تعاونية يعني أحب أبشر الأخوة المشاهدين والأخوان إن من اليوم رايح إن شاء الله ما في شيء اسمه زيادة مصطنعة، لكن فترة غياب اللجنة طلعوا عندنا تجار اللي نسميهم تجار الشنطة اللي كل واحد يحط الأسعار على كيفه. اليوم إن شاء الله هذه الأشياء أنا أكد للأخوة إنها ما عاد إن شاء الله هي موجودة بإذن الله. جميل جميل. محمد كرم، أنا ودي أدخل بالرياضة، خصوصا أنت عندك تجوري معلومات، ودي تعطيني الباسورد الرقم السري عشان أطلع هالمعلومات القديمة. ولكن قبل لا ندخل بالرياضة، قضية أخو الجبري قال مكافحة الأسعار، أنت متفائل في لامست قلاء الأسعار ومتفائل في عملية ضبط الأسعار ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا شوف هذا مو مجالنا، لكن نتكلم احنا كمستهلكين كمواطن مستهلك. فانا قاعد اقول طبعا احنا افضل قانون عندنا يمكن على مستوى العالم هو قانون بالكويت في كل مجال، القانون الكويتي، بس ينقصنا شيء واحد، تطبيق القانون، هذا شيء مهم. فاحنا اللي قاعد نقول الحين يعني طبعا احنا متفائلين طبعا في هذا يعني، لكن مو تفائل اللي تقول تحس انك يعني تطمئن يعني من هالتفائل. لكن انا اعتقد وجهه نظري الامور ما تضبط في لجنه تشكلها ولا في هذا، في امور يعني احنا خلانا اجيب لك مثال. احنا طبعا ابهاتنا واجدادنا قبل شو يقولون لنا؟ يقولون لنا قبل البيع والشراء يصير بالكلمه، كلمة الشرف، في احترام يعني في احترام للكلمة هذا. فأنت ممكن تشتري من اليوم يعني يجون ناس من البادية يجون حق السوق يعني يسولفون لنا، يجيب السوق يجيب البضاعة يجيب بيته الثاني ياخذ فلوسه يعني بدون وصل أمانة بدون هالأمور. احنا مع في التزام أخلاقي نعم التزام أخلاقي التزام يعني شرعي يعني أمور كثيرة. فاحنا يعني الحين مع الشيكات ومع وصل أمانة هذا وهم في قش وهذا. فانا احنا ما نبي الحين ابو ناصر اخوي محمد الجبري ما نبي طبعا احنا نحبطه على يمكن هو متحمس انه فعلا يبي يخدمون يبي يعملون شيء للمواطن. فما نهزه، فنقول احنا نتمنى انه يكون مثل ما قلت التزام اخلاقي التزام شرعي في هالامور هذه، سواء من التجار ومن الناس اللي ماسكين الامور هذه اللجان هذه. للامانه فنتمنى هالشيء. اخوي ابو علي ودي انا بس اضيف شغله، وهذه كلمه حق يعني لازم نقولها، في بعض التجار الامانه من التجار الشرفاء الحريصين على المستهلك مثل ما احنا حريصين مثل ما الكل حريص على 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 المستهلك. لكن احنا نتكلم عن التجار اللي اللي اللي, اللي في اثناء غياب اللجنه قاموا يحطون اسعار واسعار خياليه صحيح. توصل الى 200% و300% بدون لا حسيب ولا رقيب. هذا اللي نتكلم تفرق من جمعيه لجمعيه. نعم هذا اللي قاعد نكافحهم احنا كلجنه. في حالات للنيابه هذه تختص فيها وزاره التجاره، انا اتكلم كاتحاد جمعيات. قبل الكل قاعد يزيد بطريقه عشوائيه، بس مو الكل، مشكور يعني خلينا نكون منصفين يعني
70% من الشركات قاعد تزيد، لكن في ايضا تجار حريصين على 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 المستهلك، في تجار شرفاء نعتز فيهم احنا في الحين. ما نعمم، لا لا في النهايه ما نعمم، لكن لكن القضيه شنو؟ لما اللجنه قعدت سنتين مغيبه وانحلت عن طريق وزاره الشؤون بتدخل للاسف من بعض التجار، وهذا كلام لازم نقوله بالضغوط، طبعا اكيد بالضغوط على وزير الشؤون. احنا نقول عندنا اسباب رئيسيه ومتاكدين وعلى يقين احنا كرؤساء جمعيات ان اللجنه السابقه مالت اتحاد الجمعيات حلت بضغط من التجار. جميل. ولكن جميل. الحمد لله انا راح اترك لك الفرصه بس صالح جزء الشاعر عنده تعليق. الله يطول بعمرك. الاخوان يمكن مو مقصرين بموضوع الرقابه على غلاء الاسعار وارتفاع الاسعار، بس يا جماعه خلونا ننظر لها يعني من منظور اقتصادي. غلاء الاسعار وارتفاع الاسعار، انا اعتقد انه يعني ارتفاع الاسعار يكون في زياده في الطلب وقله في العرض، بس انا ما اشوف ان في منتجات يعني شحيحه او مو موجوده بالسوق، فما ادري ليش الزياده هذه قاعده تصير. يمكن هي نفس ما تفضل عن طريق بعض التجار، بس انا اشوف انه والفرق بعد انه مثل ما قال اخوي خالد ان الجمعيات تفرق بين اسعارها، في جمعيه تنزل كميه كبيره من البضاعه من التاجر هذا فينزلها بالسعر، وفي جمعيه لا ما تطلب مثلا الصنف هذا او ما تنزله بكثره يعني عندها، فالتاجر هذا ما راح ينزل لك السعر يعني على حسب تعاملك معه والكميه اللي انت تطلبها. جميل. عشان نخلص من قضيه الاشعار وندخل في قضيه الرياضه، وراح نرجع عليها قضيه الاشعار مره اخرى. ممتاز. شوف كلها قضايا لا حول ولا قوه الا بالله. لا الديوانيه تناول عدل بفهم لا وصحيح كلها قضايا اسكانيه قضايا اسعار قضايا يعني طابعها رشمي واسئله تغليديه انا بامكاني يعني اسئله اطبعها واطرحها. لا لا ولكن لا احنا في مجال الرياضه امانه اخوي على طاري مجال الرياضه. ايه محمد كرم انا بس اوجهه وبرجع اعطوا فرصه للتحكم. انت راضي على الوضع الرياضي اللي صاير الحين خصوصا يعني اللي حدث في كاس السوبر وعدم تسلم؟ والله الصراحه الوضع هذا صراحه ما حد يرضى عليه يعني لا من شعب الكويت ولا من الرياضيين نفسهم يعني، ونتمنى صراحه ان الوضع هذا يعني يتعدل ويكون للافضل. ليش ما نشوف الدول الثانيه اللي سبقونا في مجال الرياضه مع ان احنا كنا سابقينهم؟ وما نبي نضرب مثال طبعا الكل عارف يعني دول الخليج طورت مستوياتها طورت بمنشاتها الرياضيه يعني قامت تكبر يعني صارت الامور اللي هي البسيطه المشاكل البسيطه تكبر عنها وترفع عنها وانظروا للمصلحه العامه. المصلحه العامه هي فوق كل شيء يعني، ومصلحه الشباب الكويتي والشباب الرياضي بالذات يعني. ليش نخلي الشباب الموجودين حاليا بالكويت ينظرون للرياضه انها مشاكل او انه والله ما لها مستقبل، ونخلي الشباب هذول ينفرون من المجال هذا مع انه هو المجال هذا الوحيد اللي يمكن يحصن الشباب من وايد امور ويعطيهم يعني مستقبل افضل من المستقبل الحالي؟ فنتمنى ان المشاكل هذه تزول ونشوف يعني مستقبل الرياضه افضل من الوضع الحالي اللي هو حاصل الحين. جميل جميل. جاسم بهم انت رياضي سابق طبعا ما ادري والله يقولون الاخوان، ولكن تحب لقب معالج شعبي اكثر من الرياضه، ليش؟ كان حارس مرمى ترى بعد. شوف كل واحد كاساسي معروف اي ما يحتاج يعني. الحين انا كمعالج شعبي لما تناديني خلاص انا الوضع الحالي في معالج شعبي، لكن لو انا مو معالج شعبي المنادات راح تكون معي منادات ان حارس منتخب ونادي غاسيه والوطني والعسكري سابقا، لكن الحين في مجال الطب الشعبي. انا مقطع كلامك، انا تدري ليش حاطك بهالمكان؟ اساس انا اقول لا مو بس كذي، انت قد ساوي وانا قد ساوي عشان سيطر على محمد كرم. عاد ما قوى علي ولا مباراه ولا شيء. توني بطرح عليك سؤال. ما قوى تفضل. انا اللي قوى علي ما بوسه. فطبعا انا احب طبعا اكثر شيء انا احب كابتن يعني، ما احب الدكتور يعني وادي ينادوني كدكتور كشيخ، لكن انا اكثر شيء احب المسمى لي انا ككابتن، لان انا اكثر شيء حتى المرضى اللي عندي سواء ريال شايب او وياها كله اقول له كابتن. واذا نادوني كمعالج شعبي هذا على اساس انه يكون نمط الاسم كمقابل او مثلا كرد كلامه هذا. فمعالج شعبي ممارستي الحين حق الناس حق الطب الشعبي، فتكون هي اقرب حاله مرت عليك او عالجتها. والله وايد حالات كثيره، بس شوف يعني طبعا حالات كثيره وايده، لكن اغرب حاله رمضان اللي فات دق علي اللواء خليل الشمالي عشان يقول لي ابو محمد في واحد من المانيا جايك. من المانيا ايش يقول لي؟ والله ماكو مشكله، استقبلت الاربعاء هو كان موجود وزوجته والخليل الشمالي متكلمين علي انا في المانيا، هو في عنده عوار ورا قلبه وقايل لي عندك القلب سنتين عند العوار اسمه فياض، هو كان مساعد اعتقد او مترجم دكتور هناك، الدكتور اللي سوى عمليات حق الشخصيات الكويتيه ديسك وشغلات هذه.
فعنده عوارض.